الاسئله ديال المطالبين بحق المدني اسئله واجهه للوصول الى الحقيقه. حنا ما عرفناش واش الدفاع عن المتهم هو دفاع عن الشهود ولا دفاع عن المتهم، لان كل ما تطرحوا اسئله على الشهود تيعترضوا تينوضوا تينتفضوا. ما عرفناش هذه الانتفاضه ديال الشهود. الدفاع المطالب بحق المدني من حقه انه يحط اسئله للوصول الى الحقيقه، ومن حقه انه يتوجه للمحكمه والمحكمه توجه للشهيده بالاسئله ديالنا. الاسئله ديالنا كلها واجهه، كلها منتجه للوصول الى الحقيقه. الانتفاضه تكون ما فهمناهاش من طرف الدفاع ديال المتهم. دفاع المتهم ماشي دفاع عن الشهود، الشهود هنا باش نسولوهم الوصول الى الحقيقه، هذا هو الغرض ديالنا. اما باش اليوم اننا كل ما نتوجهوا بسؤال الشهيدات للوصول الى الحقيقه ينتفض الدفاع المتهم، حنا ما فهمناش هذه الانتفاضه علاش، وما فهمناش هو يدافع عن من. يخليونا نحطوا اسئلتنا للوصول للحقيقه، ماشي اين هو المشكل ديال اننا نحطوا اسئله. اسئلتنا منتجه واجهه، ما فيها ارهاب، ما فيها حتى شي حاجه، اسئله اللي مبنيه على اننا مبنيه على وقائع وعلى اللي خصنا نستنتجوا للدفاع عن الضحايا. هذا الشيء اللي كاين دابا، ما فهمناش حنا الدفاع واش اليوم هو دفاع المتهم ولا دفاع الشهود. كيف الشهيدة ديال ديك المرة كيف الشهيدة ديال اليوم؟ كاين تناقضات، لأن ملي تطرحوا أسئلة ديال المطالبين بحق المدني لابد ما تكون تناقضات. إذا يخليونا نوصلوا للحقيقة، هذا هو الهدف ديالنا، وهذا هو الغاية من إحضار الشهود. وهذه الشهيدة ديالهم هما اللي جابوها، إحنا الشهود اللي جبنا خليناهم تحطوا عليهم الأسئلة كيف ما بغاو، خليناهم لأن كيف تنقول الغاية الوصول للحقيقة وتكوين قناعة المحكمة. يخليونا نكونوا قناعتنا وقناعة المحكمة في ظروف ملائمة لمحاكمة عادلة وجيدة، هذا هو الغرض.